السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي وأصدقائي أهلا بكم ومرحبا في قناتكم قناة حكاوي سمسم. النهاردة حدودتنا عن الحمار والبلبل. بس قبل ما نبدأ الحدوتة عارفين بنقول إيه؟ كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. حدوتتنا بتبدأ لما كان في زمان حمار صغير، وطبعا إحنا عارفين إن الحمار الصغير اسمه جحش. وفي يوم من الأيام الحمار بدأ يغني، وطبعا احنا عارفين ان صوت الحمار مش حلو، وطبعا صوته عالي. فلما سمع صوته عالي وبيرن اعتقد ان صوته جميل، وفضل يغني وقال الله انا صوتي حلو جدا، انا لازم اغني. طبعا احنا عارفين ان صوت الحمار مش جميل، وبدأ يغني ويعلي صوته ويغني ويعلي صوته ويغني ويغني يغني لغاية ما أزعج كل الناس. وفي يوم وهو واقف تحت الشجرة كان في مجموعة من العصافير والبلابل واقفة فوق الشجرة، وبرضو زي ما احنا عارفين ان العصافير والبلابل صوتها جميل، اما الحمار فصوته مش جميل. فنزل ليه البلبل وقال له ممكن يا حمار توطي صوتك، لان صوتك مش جميل، وكل حد خلقه ربنا عنده موهبة، انا صوتي جميل فبأطرب الناس، اما انت فمش تقدر تغني علشان صوتك مش حلو. فالحمار علا صوته بالغنى وقال يا عيني يا ليلي صوتي جميل احلى من شادية ولا عبد الحليم. وطبعا اول ما الحمار بدأ يغني كل الطيور بعدت عنه وطارت. زعل شوية وكده وقال انا فهمت هما ليه مش عايزين يسمعوني، عشان هما طيور بجناحات، اكيد لما غني لحد حيوان وليه اربع رجلين زيي هيفهم غناية ويندمج معايا. وسابهم وبدأ يدور على حد يفهم الغنى بتاعه. فضل ماشي لغاية ما قابل بقرة وجاموسة ومعزة وخروف، قعد يغني لهم، لكن اول ما سمعوا صوته جري وسابوه. البقرة خدت الجاموسة وجريت، وكمان المعزة جريت هي والخروف. رجع الحمار تحت الشجرة وهو زعلان. البلبل شافه قال له مالك يا حمار زعلان ليه؟ قال له غنيت للحيوانات برضو ما حبوش يسمعوا صوتي. رد عليه البلبل وقال له ممكن انصحك نصيحة؟ قال له تفضل يا بلبل. قال له انت صوتك فعلا وحش، وعشان كده مش هينفع تغني، دور على حاجة بتقدر تعملها تكون فيها ناجح. زعل جدا الحمار وقعد يقول يعني انا غنيت للطيور ما حبوش صوتي، وكمان غنيت للحيوانات ما حبوش صوتي. وهو ماشي شاف ولد صغير بيطبل على طبلة وبيطلع منها ألحان جميلة، قعد يقلد دقات الطبلة برجليه لغاية ما قدر انه يجيب دقات الطبلة برجليه بالظبط، واتمرن مرة واتنين وتلاتة واربعة لغاية ما قدر انه يجيب نفس النغمة. ورجع عند العصافير مرة تانية، البلبل شافه قال له برافو عليك انت بدأت تعمل حاجة كويسة، فعلا هو ده الفن. شفت بقى يا حمار لما اتمرنت على حاجة بتقدر تعملها طلعت لحن جميل، وانا هقول لك فكرة، تعال انت تعمل اللحن وانا بصوتي الجميل اغني. خلصت الحدوتة لغاية هنا، بس احنا اتعلمنا واستفدنا ان كل واحد خلقه ربنا عنده موهبة، موهبة حقيقية لو نماها وتمرن عليها هيقدر يعمل حاجة جميلة كل الناس تستمتع بيها. توتة توتة، خلصت الحدوتة. وزي ما عارفين ان احنا بعد ما بنخلص الحدوتة بنحيي أصدقائنا اللي بعتوا لنا. والنهاردة بعت لنا سما أحمد ووحيد أحمد، بنحييهم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم.